trebuie tu un peset. Peset, hai să nu ai. Asta stava în condiția așa armată. غير ان هي بتقول لك هاخد فلوس على ثلاث دفعات ماشي. انا ممكن ابقى عارف هي بتاخد فلوس على ثلاث دفعات ليه. انا عايز تمسك قرش الصراحه. مسكها في الاربع شهور قرش على بعض. انت لما تطلع كل شهر 24000 كمان في مليار عادي ولا قد ايه؟ ست شهور عمالين تشتغل عشان احنا بنعمل حاجه بنخش نخلص الشقه دي. لا والله دي لا تناسب ولا تناسب عيال. السلام عليكم. بس هو في حاجه يا استاذ ابراهيم. قول انا يا ابني في الكلام ده يا ابني. شقه دمنهور بتاعتي كده انت تصور شقتين كده بس لا لا مش حاجه يا ابني. تعالى كده من الباب ده جانب لما طب نادي الماتش طب عندنا مطب في الغردقه ما فيش عربيه تاخده من الجنب كسران العربيات مش مثلا تاخده من الجنب ولا ده هتاخده من اي حته هيجيب لك كسران يا راجل. ربنا ده لو اتوبيس داخل عليك هيجيب لك كسران. ايه جد لك المطب ده؟ المطبات عندنا رصيف زي ده كده ومتسكر. انا والله ولا ليا في سمسره والله العظيم عليكم انتوا بس مش اكتر. قسما بالله. غير هنا شغاله كلها كده. طب هقول لك على حاجه. يا اخي سيب دم على الطريق. انا ما فايدني في الحوار ده اي حاجه. يا عم انا هحصلك مالي ده رزق يا ابني. يا ابني انا بس بقول لك على حاجه يعني جالك على طول. امتى ده؟ لا يا راجل. لا عادي والله ولا يهمك. هو وصلته ليه يعني من الاخر؟ وصلته لايه؟ والله العظيم لا تجيبه على مالا وشه. ما لسه ما جابتهوش. ما جابته برضه. البومة اللي ورا ده هي بتلمع يا ورا. والله العظيم عم ده لا هيكسب ولا هيربح صدقني. مرض المفروض 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 يعني المفروض كانت راحت عند اهلها من زمان. October, yeah? Yeah. What is the actually the meaning of 6th October? 6th October, this is the date which we are win to the Israel. Ah, the war. Yes. Okay. What's this here, Ibrahim? Here, this is
Government? Yeah, government, but this is for the police, this is a must for the police. Police, like, okay. For the city of Giza. Okay. ده حر يا عم، ده حر عشان ما اطلع نيجي، فاهم ازاي؟ وانا بقول لك هي بتيجي معايا كده.